هنتكلم على القسطرة التداخلية وإزاي هي بتفيد في إنقاذ حياة البشر. طبعاً القاتل الأول للإنسان هو تصلب الشرايين وأمراض القلب. يعني إيه قسطرة تنقذ حياة مريض؟ فجأة ممكن يجي لأي حد فينا ألم في الصدر يستمر مدة طويلة مش متعود إن هو يحس بيه قبل كده. في الحالة دي لازم المريض يروح لأقرب مستشفى عشان هناك في الطوارئ هيعملوا رسم قلب. لو كانت دي بداية جلطة معناها إن في شريان بينسد أو إن هو في طريقه إلى الانسداد. في الحالة دي المريض لازم يروح القسطرة على طول في المستشفى عشان يفكوا الجلطة دهية. لقوا إن الحكاية دهية بتنقذ حياة ملايين من البشر. تعتمد على دقتك في التشخيص وفي الإحساس بالأعراض. لو أنت قلت أنا ما عنديش حاجة والألم ده هو ألم في المعدة، ممكن الجلطة دهية تكون تكتمل وتؤدي إلى مضاعفات رهيبة، أقلها إنها تسيب عضلة القلب في اعتلال شديد. لكن لو أنت كنت ناصح وقلت لا الألم ده أنا ما حسيتش بيه قبل كده ومفيش مشكلة أبدا لما أروح المستشفى واطمن، ساعتها هتاخد إجراء قد ينقذ حياتك نفسها. في المستشفى الطبيب على طول هيعمل رسم قلب وهيقول لك أنت كويس روح البيت أو لا في حاجة محتاجين إن احنا نفكها أو نتعامل معها. إجراء بسيط خالص وعي منا تماما يخلينا نعرف نروح فين. شكرا جزيلا. محمد عبد الغني أستاذ أمراض القلب جامعة القاهرة.